جيسي تقدم لكم البرنامج الإلكتروني الجديد إيكا. جيسي معها تقدر. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم واينما تواجدتم. فعلا تتواصل الاثاره وتتواصل المتعه. نصل اليوم الى المرحله الثانيه بعدما شاهدنا المرحله الاولى في 5 اسابيع كانت فيها الكثير من المتعه والكثير من الاثاره، وشفنا سوداني حقق انتصار لفريقه فوت فقط. مشاهدينا الكرام، نتمنى ان نكون قد دخلنا قلوبكم ودخلنا كذلك لقلوبكم. اذا الان نحن الآن في هذا الميدان وفي هذا الملعب الذي سيشهد استعراضات وسيشهد تحديات بين فريق جيمر وبين فريق فوت. إذن مشاهدينا الكرام، خليني نستقبل الآن فريق جيمر بقيادة المتألق عمر. إذن رحب بفريق جيمر بقيادة عمر. إذن كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام، وصول الأبطال. خليني نقول مرة أخرى مبروك عليكم في المرحلة الأولى، يعني كانت عندكم المرحلة الأولى فزتوا بها، اليوم عندكم تحدي صعب على أرضية الميدان. أول تهاني الله يسلمك، يعني الحمد لله اللي تفوقنا في المرحلة الأولى. راح تكون صعبة شوية في المرحلة الثانية، نسيو نديروا اللي علينا باش ياولو كان نكونوا في مستوى ضد اللاعبين المحترفين اللي راح يقابلونا. أصحابك راهم واجدين اليوم. المرمى الحمد لله رافعين تحدي ان شاء الله. ان شاء أوكي. الله معليش. اذا مشاهدينا الكرام، الان راح نستقبل معكم لاعبي فريق فوت ابطال الجزائر بقياده القائد الرائع عدنان قديوره. عدنان، في الراوند الاول كنت خسرته، اليوم لازم ترجعوا للصرف كما نقولوا. راكم واجدين؟ بيان سور انا واجدين. اون فا روفنيغ. هيبان لي سوداني حاب ياكلهم اليوم. اليوم مع حمزه ثاني حاب. حمزه راح ان شاء الله، لانه حمزه كان خسر بخمسه في. سي بور سا حاب يولي دوكا. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، ما تروحوش بعيد، بقاو معنا لانه راح تكون الكثير من المفاجات على ارضيه هذا الميدان، وراح نشوفوا ان شاء الله الكثير من الاثاره. يلا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتم. اذا نواصل هذه المتعه ونواصل هذه الاثاره. اليوم راح تكون فيه تحديات اخرى وراح تكون فيه اثاره اخرى. مشاهدينا الكرام، فقط مشاهدينا الكرام، نشكركم دائما على تشجيعاتكم وعلى دعمكم لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا حافز لنا ان شاء الله باش نكونوا احسن في قادم المواسم. اذا مشاهدينا الكرام، راح تبعوا معكم الاستعراض القادم لرفقاء عدنان قديوره ورفقاء عمر. اذا مشاهدينا الكرام، الان ستنطلق المنافسه وسينطلق التحدي الاول لفريق فوت. اللاعبين كلهم على أهبة الاستعداد كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام. عبارة عن يعني مرمى راح يسدد إسلام، ولكن راح يعطيه الإشارة فاروق، والمدة هي أقل من 25 ثانية. الآن سأعطي إشارة البدء. برافو اسلام، في اقل من 20 ثانيه. اون فا كونتينيو كوم سا بور غاني تو ايسي دو غاني تو لي ديفي. مشاهدينا الكرام، الان التحدي الثاني بين سفيان والهلال العربي السوداني. راح يعطي الان سفيان الارقام. 4 3 6 2 1 5. وقت رائع، في اقل من 12 ثانيه سدد سوداني كل الكرات. لي ميني بيت تاعنا هذوك، حنا باسكو حنا عندنا لي بيت صغار وما عندهم لي بيت كبار، سما هذوك ماشي صعيبه علينا، مي البالون ما كانش ملاح شويه، هذاك شويه كان عيان البالون، سينو كنت قادر نماركيهم كامل. الان مشاهدينا الكرام، التحدي الثالث بين مختار مروان وحمزه ايتس وعمر. 3 6 1 4 5 2. يلا يا حمزة، في أقل من 25 ثانية.
كل برودة أعصاب يضع الكرة في الشباك حمزة أيت عمر. يلا يا حمزة. أوب. نعم غير ما إحنا نقول لا ما يخسر. إذن الآن التحدي الرابع بين شرف الدين وسعيد بالكلام. 5 2 4 6 1 3 ما شاء الله عليك يا بالكلام كلهم في الشباك يلا يا سعيد 7-7 on est sur notre terrain donc je crois il n'aura aucune chance ان شاء الله التحدي الخامس بين عمر وعدلان قديرة يلا عمر 6 3 5 2 4 1 اقل من 25 ثانيه يا عدلان الله واحده واحده Non, c'était sympa, hein. C'était marrant, on s'est bien amusé, on a fait le maximum pour pouvoir gagner, je pense que c'était marrant, il y a eu des bons petits challenges et voilà, il y a eu des bonnes choses. الآن مشاهدينا الكرام سيكون الدور على فريق جيمر شوفوا الآن إسلام سليماني اللي راح يمد الأرقام 5 2 6 4 1 3 تخلص ال 20 ثانية راح يصفر Chaque numéro il y a un emplacement, donc c'est un peu ça peut te lever le 2 maintenant, le 4 milhek, ça peut te lever, c'est ça le but. Là, un défi entre l'Hilal Arabi Soudani et Wali Soufian. 2 2 2 2 2 2 2 2 يبدو بأنه مرتبك سفيان الآن لم يتبقى إلا القليل يا سفيان ضيعهم كلهم التشالنج تاع الميني بيت تشالنج كما تاع الفيفا كما نقدر نشوف الفيفا الآن سيكون التحدي بين حمزة أيت وعمر وكذلك مروان حمزة سيعطي الأرقام الآن وبعد ذلك سأصفر 2 6 4 5 1 3 يلا مروان يلا مروان ضيعها الأولى مروان الثانية ضيعها الثالثة فشبك الرابعة لا مركز بالك فيها خير اون فاغاني الآن مشاهدينا الكرام سعيد بالكلام ضد شرف الدين Je suis pas trop stressé personnellement parce que j'en ai eu déjà quelques entraînements qui m'a aidé donc je pense que je vais rassurer Inch'Allah. 4, 2, 5, 3, 1, 6. Il y a plus de 20 secondes, Sharaf. 5, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 2. Il y a des affaires sur Sharaf Din. Le Bqash. الآن عدلان قديورة في تحدي ضد عمر كسي 3 5 زوج 6 4 1 يلا عمر ضيعها الاولى عمر ثانيه يلا عمر في اقل من 20 ثانيه كات 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 مشاهدينا الكرام كات 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 الرميه الاخيره في اقل من 20 ثانيه لا تحسب ما قدرنا نلحقناهمش مي قدرنا يعني نديروا نتيجه إذن مشاهدينا الكرام كما شفتم معنا في هذا التحدي وإن كان فريق عدلان قديورة ضيع أقل عدد من التسديد على المرمى ومعناته بأن فريق عدلان قديورة فاز على فريق عمار في هذا التحدي الثاني نلتقي بعد لحظات في التحدي الثالث إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى تحدي آخر سيجمع رفقاء الهلال العربي السوداني ضد رفقاء فاروق إذن سينطلق التحدي الآن وهو عبارة عن تسديد الكرة كما تشاهدون الآن سيبدأ في تنفيذ سعيد بالكلام تحت تطبيقاتكم طبعا سعيد
إذا المشاهدين الكرام كما تشاهدون عندي ثلاث كرات. سعيد بالكلام ينفذ. بعيدة شوية سعيد. كل لاعب عنده ثلاث. معليش صعبة جدا لأنه في ثلاثة ضايعين. معليش. C'est un exercice de concentration et de précision aussi. الآن فاروق في مهمة صعبة. هاي فاروق غالي. تشجيعاتهم. أعيد وأذكر مشاهدينا الكرام أنه كل لاعب لديه ثلاث كرات. فاروق يستعد للتنفيذ الآن أول كرة. هل سيضعها في الإطار؟ يلا يا فاروق. صعبة شوية فاروق. بعيدة شوية. كما تشاهدون الدائرة الموجودة على في أرضية في ال قريب سجلها. فاروق يلا. يلا يا فاروق. يسدد فاروق ولكن بعيدة. الآن ماشي كاع سهل. وي لوي فودرا دي زونترينمون لازم ندربوا عليه. الآن عدلان قديورة وتسديداته القوية. عدلان الآن يستعد للتنفيذ. عدلان هل سيضعها؟ عدلان ولكن بعد. معليش الثانية يا عدلان. الثانية معليش الثالثة ثابتة. الثالثة ثابتة عدلان. برافو عدلان. Ouais, c'était pas évident parce qu'il faut bien viser. الآن شرف الدين مشاهدينا الكرام. الآن شرف الدين أبو سبحة يستعد. شرف الدين يلا يا شرف. كل ثقة كل تركيز. شرف الدين. شرف الدين. شرف. يلا شرف الكرة الثانية. الكرة الثانية يا شرف. التسديدة بعيدة. الثالثة يا شرف. شرف الدين أبو سبحة. شرف الدين يلا يا شرف. كوتي تفضل. طول. C'est pas évident, surtout la cible se fera serrer à Hadek. Donc c'est pas évident, tu marques le but directement. Islam Slimani, l'an. Yahoud Nafas Amir, Islam, Yestad, Islam. Yallah, ya Islam. Yallah, ya Islam. Baïda, chou. Allez. Oh, le Kora. Ah, le Harba. Le Thalf, ya Islam. Mohamedi. Sorry. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué pour l'ici parce que c'est la distance, elle est pas très grande et en plus il y a les lumières, il y a beaucoup de choses. Mokhtari Mrouan, yalla ya Mokhtari, jou ta darbat jaza. Mokhtari Mrouan, il sedd Mrouan, baida ya Mrouan. Yalla la darba wa la koura thaniya. Mrouan, baida koul el ba'd. La thalitha ya Mrouan, la thalitha ya Mrouan, tasdida lakin لم تدخل للإطار. تي ديفيسيل بيسك ان جوار بروفيسيونال ما قاش لاسي بالكامل. الان حمزه ايتو عمر. هل سيكون حمزه اول لاعب يسجل ويضع الكره؟ يلا يا حمزه. حمزه هو من سينفذ الان. حمزه في اول كره. حمزه تسديده. يا سلام يا سلام يا حمزه. قلت بانه حمزه ايتو عمر هو من يسجل. كمل كمل كونتيني فلان. يلا يا حمزه يلا يا حمزه يلا يا حمزه. اين حمزه ولكن بعيده. الكره الاخيره حمزه سجلها. اوف والثانيه رايح. حمزه ايتو عمر حبيت ماركيهم في ثلاثه مالوغوزمون ماركيت زوج 2/3 دونك سيتي با مال. سفيان سفيان واثق من نفسه. ما تكونش خارج العارضه يا سفيان. اوه بالفوينتا. اوه يا سلام في العارضه. يلا طريقة غريبة في تنفيذ الكرة. اوب ظهور. يلا يا سفيان. انا كانت عندي ميثود سبيسيال نتيلي ديريكتومون البالون. الاول سا نا با مارشي. دوزيام سا نا با مارشي اوسي. مي تخوازيام كنت فريمون قريب باش نماركيها. مي سوداني يركز. سوداني يلا يا سوداني. بعيدة. معليش الكرة الثانية. الجهة تدخل هي. الكرة الثالثة يا سوداني. جول. سوداني سجلها. جبت واحدة واحدة والآخرين فاتوا شوية ما فاتوش بعد. ثلاث كرات لصفر. كما قال الإسلام يجب أن يسجل الكرات بثلاثة. إذا ما سجلش فريق فوت. هو من سيفوز إذا ضيع طرف. خلق 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 خلق. الكرة الثالثة. كانت صعبة جدا برافو لهم. إذا مشاهدينا الكرام هذه المرة سيكون عكس التحديات اللي شفتوهم كنتوا شفتوهم معنا. التحدي هذا راح يكون صعب صعب نوعا ما
لانه راح تكون معنا كره ريغبي ولاعبي فوت. كل لاعب رفقاء اسلام سليماني كل لاعب عنده الحق في تسديد الكره واصابه العارضه، في حين فريق جيمرز ستكون له كره عاديه ومن اجل اصابه كذلك العارضه. سنبدا الان بسعيد بالكلام. سعيد خذ كامل وقتك لانه تتطلب تركيز كبير. سعيد بالكلام يستعد ياخذ الرؤيه. سعيد عليك مال دروان ان تير avec un ballon de rugby ça c'est compliqué de trouver quand même la trajectoire déjà. شرف الدين بسبحه. شرف الدين اذا سجلتها تحسب نقطه. قريب تعطيت لما انا ما قدرتش نقيس لاباغ ترانسفيرسال سي با ايفيدون. اسلام سليماني يلا يا اسلام هل سيضعها في العارضه؟ اسلام اذا سجلها واذا اصاب العارضه ستحسب نقطه لفريقه. يلا يا اسلام يلا يا اسلام اسلام يسدد اسلام. بعيده شوي. Oui, c'est compliqué avec un ballon de rugby, c'est compliqué, mais je pense que ça passait pas loin. الان عمر يلا عمر يلا عمر تسديده عمر. Après le challenge, il y a eu un challenge où il a besoin le cadrage, la vision, etc. شاهدين الكرام الان عدلان قديوره. يلا يا عدلان يلا يا عدلان يلا يا عدلان يلا يا عدلان. Je pense que c'était sympa, on s'est bien amusé. Yalla ya Farouk. تحسب نقطة إذا يلا يا فاروق. بعيدة شوية. مش مرة في نراتي ليتير دونك سيتي فريمون ديسيفون. حمزة أيت وعمر نقدروا نقولوا سعيد نقدروا نقولوا باللي حمزة هو الاختصاص لأنه سجل في التحدي اللي فات. ضربها بالعظمة حمزة. يلا يا حمزة. شابال هذه شابال. تركيز عالي من حمزة أيت وعمر. يلا يا حمزة. يلا يا حمزة. راح قوية. Faut faire plusieurs essais باش تماركيها avec un ballon تاع on avait pas l'habitude tenez c'est la première fois même هكا كون voulait vraiment toucher la barre malheureusement on a pas pu. سفيان وعلي سفيان وعلي بلا بوينت بلا بوينت وعلي سفيان سفيان كنت قريب باش نقيس لا بار مي سا نا با مارشي. كل الامال معلقه على هلال. احنا خلينا لكم الاخر. يلا يا هلال قد يفعلها هلال. تشجيعات تشجيعات زملاء هلال. يلا يا هلال يلا يا هلال يلا يا هلال يلا يا هلال. سي با امبوسيبل مي سي ديفيسيل شويه باش تيري في البالون تاع الريكبي باسكو ما عنديش لابيتود انا تاع لي بالون الريكبي. الان مروان قد يفعلها مروان ويسجل نقطة لفريق عمر. مروان تيتو ما قصهاش لا فراب تاعي اللي تي مال. إذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا في هذا الأسبوع الإثارة الكبيرة التي حدثت على أرضية هذا الميدان كلهم حماس. إسلام سليماني وعدلان قديورة وسوداني وكذلك حمزة أيت وعمر وسعيد بالكلام خاصة أيضا تألق كبير خاصة في التحدي الثالث في هذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام سنضرب لكم موعدا الأسبوع القادم بحول الله في نفس التوقيت. إلى ذلك الحين سلام. برنامج إلكتروني إيكاب برعاية جيزي. جيزي معها تقدر.